السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مصطفى. إزيكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة مزاد الزغاليل اللي من زمان ما عملناهوش. مزاد زغاليل زاجل للبيع في دمياط. بداية سعر أي جوز للمزاد 50 جنيه. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة أرجو منك إنك تعمل لايك عشان أنتوا مكسلين معايا في اللايكات. طيب، الناس اللي عايزة تعرف عملني ايه في المشكلة اللي هي كانت بعد فيديو العسل وبعد فيديو الرز والملح اللي هم عملوا مشكلة وتسببهم لقناتي في انذارات. طبعا الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، بيدعوا بس ان شاء الله القناة مش هتتقفل، لان هم انذارين بس. القناة عشان تتقفل لازم يكونوا 3 انذارات. طبعا الاخ 3 فيديوهات، فهو افتكر ان هم 3 انذارات وكان عايز يقفل القناة. فعلا هو حذف لي 3 فيديوهات، وهو فاكر لما يحذف 3 فيديوهات يبقوا ب3 انذارات. لا، هم 3 فيديوهات، لان انا اخد منه لقطتين من فيديوهين 2، فبالتالي بيتحسبهم على الفيديوهين اللي انا اخد منهم مش على الفيديوهات اللي انا نشرها. حتى لو هم 10 فيديوهات بتتحسب الانذار على الفيديو اللي انا اخده منه بس انذار، فهم اتحسبوا انذارين. فطبعا انا عملت كده علشانكم بسبب فيديو العسل اللي هو كان اثار جدل. العسل ادهن من قار الزغلول عسل هيأكل زغليله غصب عنه، انتقدته يعني، فالراجل زعل فعمل لي انذارين وحذف ال3 فيديوهات. طيب هنبدأ على طول المزاد بإذن الله، لكن قبل ما نبدأ زي ما قلت لك الانذارات، او هو اتصل بيا او كلمني على الواتس، فطبعا كان الوقت متاخر بالليل، فانا قلت له اكلمك الصبح بعد الحاح منه، بعد الحاح منه عشان تكون عارف. انا واحد كرامتي بتوجعني قوي، واحد من اللي عنده كرامه قوي يعني، بتوجعني كرامتي حتى لو القناه هتتقفل ما كنتش هكلمه لولا الحاح منه ان انا كلمته تاني يوم، لان حلفت له ان انا هكلمه طبعا في رسائل الواتس بعد ما الحاح كبير. كنا بعد الساعة 2:15 بالليل والرسائل عندي، فطلبته تاني يوم، ويعني ما حصلش جديد غير اننا شوية عتاب شوية ايه، وقال ان هو هيحذف الانذارات. فاظن ان هو مش هيعرف يحذف الانذارات بعد ما اتعملت يعني. اللهم المستعان، كده كده احنا مع بعض ان شاء الله، وحتى لو القناة قفلت ما يهمكوش حاجة، احنا مع بعض في قناة تانية، وحتى لو القناتين اتقفلوا ان شاء الله نعمل قنوات تانية وتالتة ورابعة، احنا مع بعض لاخر العمر باذن الله. نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقت فيديو المزاد بتاعنا اللي هو سعر الجوز 50 جنيه. بس احنا قبل ما نبدأ المزاد هنوريكم بداية المزاد. يا جماعة اللي يزود يزود بال10 جنيه، تمام؟ فهحد هقسم الحمام ده، هو زغليل وشباب، هقسمه على مجموعات. اللي عايز مجموعة يقول المجموعة الأولى، المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة، وهكذا. يحدد رقم المجموعة ويزود عن السعر اللي أنا قايله أيا كان. هنقسم المجموعات ونرجع لكم تاني. المجموعة الأولى 3 جواز زغليل زاجل أسود، أو هم زغليل وشباب، مش كلهم زغليل، فيهم زغليل وشباب، إحنا هنبيع كله في بعضه بسعر الزغليل، خلاص؟ يبقى هنتكلم كله ان هو زغليل، لكن هو المجموعات كلها فيها زغليل وفيها شباب. لكن برضو الشرط الاول الاستلام في دمياط يا جماعة، ما تنسوش، عشان كل واحد يستلم حاجته بايده، اللي يرسل عليه المزاد يجي يستلم من دمياط، واللي ياخد المجموعات كلها يكون طبعا له الاولوية، يكون هيبدأ بهم غية جديدة. طيب كده المجموعة الأولى خلصت، وزي ما قلنا 50 جنيه لأي جوز بداية سعر المزاد، أرخص سعر في مصر. هنشوف المجموعة التانية. المجموعة التانية 3 جواز إزازي، أو بسم الله ما شاء الله، مستويات محترمة كله يا جماعة، عشان ما حدش يسأل المجموعة ده بكام. بداية المزاد لكله 50 جنيه، اكتب سعر في التعليقات. Thank you.
ندخل على المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة جوزين اسود. بسم الله ما شاء الله. برضو يا جماعة زغيل وشباب اكترهم يعني شباب اكتر. على فكرة يا جماعة الشباب يمكن فيهم لغاية 3 ريشات عليه 3 يعني. مش فاكك 3 عليه 3 يعني فيهم شباب قرب يشتغل. المجموعة الرابعة 3 جواز بديري. بسم الله ما شاء الله. برضو الشباب فيهم اكتر من الزغاليل. ندخل على المجموعة الخامسة. المجموعة الخامسة ودي اخر مجموعة. تلات جواز ازازي برضو زاجي الازازي. كله يا جماعة رغم ان فيهم مستويات انا شاري زغاليلها ب150 جنيه. بدأنا فيها برضو المزاد مع كل الزاجل ب50 جنيه للجوز. والاستلام في دمياط في شحن للقاهرة اسكندرية بورسعيد المنصورة في الاسماعيلية كمان 5. ده نهاية المزاد. اكتب سعر في التعليقات على المجموعة اللي انت عايزها وحدد سعر الجوز زود بال10 جنيه يعني 50 خليها 60. اقرأ التعليقات اللي قبل كده اللي قبلك ولو هو كاتب 60 اكتب 70 زي ما يعجبك. المجموعة اللي انت عايزها والسعر اللي انت تحدده. طيب هنكمل برضو هنكمل موضوع اللي هو فيديو العسل اللي عمل الأزمة دي يا جماعة. عايزكم تعرفهم ان احنا ما قدمناش اي تنازلات. الحمد لله ما قدمناش اي تنازلات لان احنا من النوع اللي مش عارف اقول لكم ايه. من النوع اللي احنا ما نجيش بلوي الدراع. تمام؟ احنا ما نجيش بلوي الدراع وبالتهديدات. ما بتنفعش معانا التهديدات. ما ينفعش معانا غير الاسلوب الحسن. واحنا ما غلطناش في حد الحمد لله ومش هنغلط باذن الله. باذن الله مش هنغلط في حد. وهو عمل انذارات خد حقه. واحنا كمان بعد ما هو عمل فيديو عمل البث المباشر اللي هو عمله. وذكر ان انا فيديوهاتي يعني ملهاش لازمة ومنها فيديو اللي انا محضن بيضة بط وبطة كلكم شفتوه ناس عجب ناس كتير. اقول له ان فيديو البطة او اقول لكم اللي ما يعرفش او اللي سمعه ان انا كنت بتحدى بان الحمام الزاجل هيطلع البطة والحمد لله نجحت التجربة. فهي مش حكاية بطة. الحكاية كانت موضوع تحدي في حجم البيضة. حجم بيضة البط ان الحمام يرقد عليها لان هي بتقعد 35 يوم. فبقيت ابدلها من تحت حمام لحمام تاني لحد ما فقست بيضة البط. فطبعا هو البط لما بيطلع هو بيأكل نفسه. فهو كان ده الموضوع بتاع البطة اللي هو طلع واتكلم عليه علشان برضو الناس هيفتكروا ان احنا بتوع بط يعني. عموما احنا يعني الحمد لله زي ما قلت لكم زي ما بقولوا ايه اتفاق يعني هو اتفاق مبادئ زي ما بيقولوا اتفاق مبادئ. لكن اتفاق زي ما بيقولوا اتفاق الشجعان كده. لو عجبكم الفيديو هنكمل بعد كده مع بعض طبعا هنشوف هنعمل ايه في الفيديوهات اللي انا حذفتها وهنرجع مع بعض بحيث برضو هو ما يبقاش زعلان واحنا كمان ما نندرش في حاجة وهنشوف مع بعض هنوصل لايه وهقول لكم على التفاصيل باذن الله واحدة واحدة كده واحنا مع بعض. لكن دلوقتي عايزك تعمل لايك لو كنت وصلت معايا للمرحلة دي يبقى ضروري تعمل لايك واستنى الفيديوهات القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.